بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بناخد معانا مع بعضينا الريفيجن التاني في الأبر لم، والريفيجن التاني هياخد حتة الفيسلز والنيرفز والجوينتس إن شاء الله. أول حاجة بنبتدي النيرفز بالبلكسس اللي اسمها بريكال بلكسس. بريكال بلكسس هي مكونة من 5 مراحل. إيه هما الـ5 مراحل؟ روتس وترانكس وديفيجنز وكورتس وبرانشز. الروتس والترانكس هما الاثنين موجودين في النك في تراينجل اسمه بوستيريور تراينجل، والديفيجنز المرحله الثالثه موجوده في الايبكس اوف اكزيلا. الايبكس اوف اكزيلا ليها اسم مخصوص اسمها سيرفايكو اكزيلاري كانال، او ممكن نقول موجوده بيهايند الكلافيكل. اما المرحله الرابعه والخامسه اسمها الكورتس والبرانشز، دول موجودين في الاكزيلا. يبقى آخر مرحلتين فقط موجودين في الأجزلة، هي الكورتس والبرانشز. لو جاي ببص البريكال بلكسس معمولة إزاي، المرحلة الأولى مرحلة الروتس، يعني طالعة منين؟ سباينال نيرفز ولا كرينيال نيرفز أند سو أون. هي طالعة من السباينال نيرفز رقم 5 و6 و7 و8 أند تي 1. 5 6 7 8 وتي 1. 5 و6 مع بعضهم اتحدوا وعملوا لي ترانك اسمه ابر ترانك. 7 لوحدي عملت ترانك اسمه ميدل ترانك. 8 و9 واحد عملوا مع بعضهم ترانك اسمه لور ترانك. يبقى الابر ترانك معمول 5 و6، ميدل 7، لور ترانك 8 و9 واحد. يبقى 5 و6 عملوا الابر ترانك، 7 عمل لي الميدل ترانك، 8 و9 واحد عمل لي اللور ترانك. الديفيجنز موجوده بيهايند الكلافيكال. كل ترانك من دول انقسم انتو انتيرير وبوستيرير، انتيرير وبوستيرير، انتيرير وبوستيرير. يبقى انا عندي كل واحد انقسم انتو انتيرير وبوستيرير. طيب ورجعوا ترتبوا نفسهم ازاي؟ اللاترال كورت، ميديال كورت، بوستير كورت. الثلاثه ديفيجنز اللي هم موجودين دول اتحدوا مع بعضيهم الثلاثه بوستيرير ديفيجن وعملوا لي كورد اسمه بوستيرير كورت. يبقى البوستير كورد معمول بثلاثة بوستير ديفيجن، وفضل ثلاثة انتيرير ديفيجن. الانتيرير ديفيجن بتاع الابر والميدل ترانك مع بعضهم عملوا لي كورد اسمه اللاترال كورد، وفضل الانتيرير ديفيجن بتاع اللور ترانك لوحده يعمل لي كورد اسمه ميدل كورد. يبقى انا بقى عندي ثلاثة كورد، لاترال ميدل بوستير، لاترال وميدل بوستير لمين؟ للارتري، ادي الارتري اهو. كورد لاترال كورد ميديال كورد بوستير. البوستير كورد اتعمل بثلاثه بوستير ديفيجن، يبقى لي ثلاثه انتيرير ديفيجن. اللاترال كورد اتعمل بالانتيرير ديفيجن بتاع الابر والميدل ترانك، والانتيرير ديفيجن بتاع اللور ترانك لوحده يعمل لي كورد اسمه ميديال كورد. يبقى باختصار بقى عندي ثلاثه ترانك ابر ميدل لور، عندي ثلاثه كورد لاترال ميديال بوستير. الابر ترانك 5 6، الميدل ترانك 7، اللور ترانك 8 وتي 1. لازم نبقى عارفين بالذات حته الترانكس دي معموله ازاي، لان انا اكتر انجرز بنشوفها هي الانجر بتاعت الترانكس ابر ولور ترانك. لازم اعرف الابر ترانك معمول ازاي 5 و6، لازم اعرف اللور ترانك معمول ازاي 8 وتي 1. ايه البرانشز اللي موجوده عندي بقى المرحله الاخرانيه؟ البرانشز من مرحله الروتس طلع عندي نيرفين، نيرف 2 رومبويدس اللي هو ده، ونيرف 2 سيريتس انتيرير اللي هو ده. نيرف 2 رومبويدس اسمه الثاني دورسال سكابيولار، والنيرف 2 سيريتس انتيرير كان ليه 3 اسامي، منهم لونج ثوراسيك نيرف ونيرف اوف بيل. يبقى من مرحله الروتس طلع عندي نيرفين، دورسال سكابيولار، نيرف 2 رومبويدس. من مرحله الابر ترانك طلع اس اس سوبرا سكابيولار ونيرف 2 سب كلافيال. السوبرا سكابيولار بذكركم بي سبلايز السوبرا سبينيتس والانفرا سبينيتس. يبقى انا عندي هنا السوبرا سكابيولار بيدي السوبرا سبينيتس والانفرا سبينيتس. يبقى دي مرحله الروتس ومرحله الابر ترانك. البرانشز كلها اللي طالعه من الكورد، اللاترال كورد طلع منه 3 نيرفات، لاترال بيكتورال ولاترال روت اوف ميديان. الميديان ده ليه 2 روتس، لاترال بيكتورال ولاترال روت اوف ميديان. والنيرف الثالث والاساسي اسمه ماسكولو كوتانياس نير. يبقى اللاترال كورد طلع منه 3 برانشات، لاترال بيكتورال ولاترال روت اوف ميديان وماسكولو كوتانياس نير. الميديال كورد طلع منه 5 برانشات، ميديال بيكتورال
وميديال روت اوف ميديان يبقى ماشي مع اللاترال كورد. الميديال بيكتورال ده هنا لاترال بيكتورال. على فكره الميديال واللاترال بيكتورال اللي هو بيدوا البيكتورالس ميجر والبيكتورالس ماينر. يبقى عندنا هنا لاترال بيكتورال هنا ميديال بيكتورال. طلع اللاترال روت اوف ميديان نيرف طلع هنا ميديال روت اوف ميديان نيرف. بس الميديال كورد بيزيد عليه تو كوتانيوس برانشز للجلد بقى. للارم وللفور ارم ميديال كوتانيوس بتاع الارم وميديال كوتانيوس اوف فور ارم. وبقى النيرف الاخير الاساسي اسمه ألنر نيرف. يبقى النيرف الاساسي اللي طلع من اللاترال كورد كان اسمه ماسكولو كوتانيوس. والنيرف الاساسي اللي طلع من الميديال كورد اسمه ألنر. وفي نيرف طلع اساسي منهم هما الاثنين اسمه ميديان. لان دول الثلاث نيرفات الاساسيين بتوع الابر لام ماسكولو كوتانيوس وميديان وألنر. البوستيريور كورد ده بيطلع منه خمس برانشات. ايه هما الخمس برانشات اللي بيطلعوا من البوستيريور كورد؟ ابر ولور سب سكابيلار بينهم نيرف تولاتس مينسور سعال. اكزيلري وريديان نيرف اهو دي رسمه للبوستيريور كورد لوحديه. ادي البوستيريور كورد طلع منه ابر ولور سب سكابيلار بينهم نيرف تولاتس مينسور سعال اكزيلري وريديان نيرف. يبقى انا عندي هنا دلوقتي خمس نيرفات اساسيه في الابر. الماسكولو كوتينيوس نيرف ده كان طالع من اللاترال كورد. والالنر نيرف طلع من الميجر كورد. ومنهم هما الاثنين طلع الميديان نيرف. والبوستيريور كورد طلع منه الاكزيلاري وطلع منه الريديال نيرف. ايه الانجريز بتاع بريك بلكسس؟ انجري الابر ترانك. ده يحصل ازاي؟ واحد يقع على جدور رقبته. يا اما دكتور نسا يشد راس عيل بقوه يا اما واحد يقع على جدور رقبته. الايربس باراليسيس تنتج عنها الديفورميتي دي. الراجل ده يعمل ادكشن وميديا روتيشن على مستوى الار اكستنشن وبرونيشن على مستوى الفور ار. عامل زي ما يكون واحد بيشحت فبيطلقوا عليه كلمه تيبنج بقى شيش. بورتر تيب باراليسيس او ويتر تيب باراليسيس او بوليسمان تيب باراليسيس. يبقى عندنا هنا يبقى الواحد اللي واخد الوضع ده اسمه عنده انجري للابر ترانكو بريكي بلكسس. بورتر او ويتر او بوليسمان تيب باراليسيس. يبقى دي كاركترستيك ديفورمتي كاركترستيك جدا للانجري بتاع الابر ترانكو بريكي بلكسس. انجري لور ترانكو بريكي بلكسس واحد اتشد من ايده اكتر من اللازم او واحد اتعلق فرع شجره اسمه كلامكيز باراليسيس. كلامكيز باراليسيس ده انجري لور ترانكو بريكي بلكسس وده يعمل كومبليت كلو هاند ديفورمتي او كومبايند ميديان اند ألنر نيرف. بيسموها كده كومبايند ميديان عند ألنر نيرف لان الألنر نيرف لوحده يعمل كده لكن الاثنين مع بعضيهم يبقى يعمل كده. يبقى كلامكيز باراليسيس او كومبليت كلو هاند بدي انجري لور ترانكو بريكي بلكسس. عندنا بعد كده النيرف اسمه ميديان نيرف. والميديان نيرف ده كان طالع من كل البريكي بلكسس 5 6 7 8 تي 1. ولسه حالا قايلين ان الميديان نيرف كان ليه تو روتس. واحد طالع من اللاترال كورد واحد طالع من الميديال كورد. الميديال روت من الميديال كورد واللاترال روت من اللاترال كورد. يبقى الروت فاليو بتاعته 5 6 7 8 تي 1. طلع بتو روتس لاترال روت من اللاترال كورد وميديال روت من الميديال كورد. مشي ازاي؟ يهمني جدا ان احنا نعرف ان هو مشي ازاي لان الانجري هتتعلق بالكلام ده. مشي بتوين التو هيدز اوف برونيتور تيرس. ده ساعات بيتحشر في المنطقه دي ويحصل سندروم بالاسم ده اسمه برونيتور تيرس سندروم. مشي بتوين الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس وبروفاندس وبعدين دخل الهاند ديب للفليكسور ريتيناكرام وفي الحته دي بيحصل سندروم اسمه كاربال بانل سندروم. يبقى مهم قوي ان احنا نفهم النيرف ماشي ازاي. دي لقطه مهمه جدا. مشي بتوين التو هيدز اوف برونيتور تيرس يبقى سندروم اسمه برونيتور تيرس سندروم. جاشي بتوين السوبرفيشاليس وبروفاندس ديب للفليكسور ريتيناكرام ده اسمه كاربال بانل سندروم. الرسمه دي رسمه تقريبيه بحته. برسم الميديان نيرف وبتخيل هو عدى في كام منطقه. عدى في الاكزيلا والارم بس ما اداش برانشز. في الفور ارم بيدي ست عضلات ونص كل السوبرفيشال جروب ما عدا الفليكسور كاربي الناس. وبيدي كل الديب جروب ما عدا نص الفليكسور ديجيتورم برفاندس. يبقى بيدي في السوبرفيشال جروب أربع عضلات برنيتور تيريس فليكسور كاربي رادياليس بالمارس لونجاس فليكسور ديجيتورم سوبرفيشال. كل السوبرفيشال جروب بيديها ما عدا الفليكسور كاربي الناس. وكل الديب جروب بيديها اللي هو الفليكسور بوليسيس لونجاس
ونص الفليكسور ديجيتال امبر فاندس والبرولاتر كوادريتس. يبقى المحصله ان هي بيدي 6 عضلات ونص في الفرقع. دي مش صوره للكورس بتاعه، دي صوره للديستريبيوشن بتاعه. وهو موجود في الفور ارم بيدي كوتينياس برانش اسمه بالمار كوتينياس برانش لللاترال تو ثيرد بتاع البالم اوف ذا هاند. يبقى كوتينياس برانش بالمار كوتينياس لللاترال تو ثيرد بتاع البالم اوف ذا هاند. يدخل الهاند بيدي 5 عضلات، الثلاثه بتوع الثينر اسمهم ابداكتور بالسس بريفيس، فليكسور بالسس بريفيس وبونس بالسس، والفيرست والسكند لامبريكال. يبقى بيدي 5 عضلات في الهاند. يبقى الثلاثه بتوع الثينر دي الثينر اهي، ابداكتور بالسس بريفيس، فليكسور بالسس بريفيس، وبونس بالسس، والفيرست والسكند لامبريكال. يبقى المحصله النهائيه بتاعته ندى 11 عضله ونص، 6.5 في الفور ار و5 في الهاند، والالنر قش الباقي 15 في الهاند 1.5 في الفور ار. وهو موجود في الهاند بيدي اللاترال 3 اند هاف فينجر. مهم قوي 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 احنا نتخلى الكوتينيس ديستريبيوشن بتاع كل نيرف ده، بيدي اللاترال 3 اند هاف فينجر، بيديهم من البالمر اسبكت ويقلب من ورا يديهم من الدورسال اسبكت. مهم قوي ان احنا نتخيل الميجر نيرف بيسبلاي ايه. دي نقط بالنسبه لنا مهمه جدا في الكلينيكال، بيدي اللاترال تو ثيرد بتاع البالم اوف ذا هاند واللاترال 3 اند هاف فينجر من قدام ومن اطرافهم من ورا. الانجري بتاع الميديان نيرف يحتمل اباف البو، اباف ريست، كاربال تانل سيندروم. اباف البو، اباف ريست، كاربال تانل سيندروم. ايا كان الانجري بيعمل مونكي هاند. يعني ايه مونكي هاند؟ يعني عندي ادكشن للثامب وعندي فلاتنينج للثينر ايمينال. ادكشن ليه؟ لان انا فقدت الابدكتور بالسس بريفيس. وليه فلاتنينج للثينر ايمينال؟ لان ما بقتش بحرك العضلات. ده بيسموها مونكي هاند. ام ام ميديان نيرف بيعمل مونكي هاند. مونكي هاند. يبقى دي ديفورمتي مشهوره مونكي هاند. في جزء من الانجري بتاعته وهو بيعدي ديب للفليكسور تيناكلم، الحته دي اسمها كاربال تانل، فبيعمل سندروم اسمه كاربال تانل سندروم. ما يعني الكاربال تانل سندروم بالنسبه لي؟ كومبريشن للميديان نيرف وهو موجود في الكاربال تانل. طب العيان بيجي لي ازاي؟ بيجي لي نامبنس وتنجلنج وبين along the lateral 3 and a half fingers. طب والبالم؟ ما هو بيدي كوتينيوس للبالم. اه بس البالمر كوتينيوس برانش بتاعه بيعدي السوبرفيشال فليكسور تيناكلم فلا يتاثر. ولو انا جاي العيان عندي مشكله في السنسيشن بتاعت البالم ما يبقاش كاربال تانل سندروم. يبقى الكاربال تانل سندروم ده سبيشال انجري اوف ميديان نيرف. الكاربال تانل سندروم دايما يجي لي بمشكله نامبنس وتنجلنج وبين along the lateral 3 and a half finger. ما عنديش مشكله في البالم. لو انا سبته انتريتد يبقى الثينر بيبقى افكتد. يبقى الثينر افكتد ده في اللونج ستاندنج كيس. سموها كاربال تانل سندروم. النيرف اللي بعديه بطلق عليه كلمه الالنر نيرف. الالنر نيرف ده طالع من الميديال كورد اوبريكال بلكسس C781. مهم قوي ان احنا نعرف الروت فاليو لان دي بتاثر بعد كده على السنسيشن والماسلز اند سو اون. فلازم نفهم يعني ايه كلمه روت فاليو طالع منين. C781 طالع منين؟ من الميديال كورد اوبريكال بلكسس. الميديان كان طالع من كلهم، كان الالنر نيرف C781 طالع من الميديال كورد اوبريكال بلكسس. ضروري نفهم الكورس بتاعه. النيرف عدى بيهايند الميديال بيكوندايل، نقطة مهمة، لأن لو حصل فراكشن اوف ميديال بيكوندايل تساوي انجري اوف ألنر نيرف. عدى بتوين التو هيدز اوف فليكسور كاربي ألنيرس. والحتة دي لو حصل سندروم بيسموه كيوبيتال تانل سندروم. اسمه كده كيوبيتال تانل سندروم. بيمشي بين الفليكسور كاربي ألنيرس والفليكسور ديجيتال امبروفاندس. وبعدين يعدي وزين كومبارتمنت مخصوص جوه الفليكسور ريتيناكلم اسمه جايون تانل. بردك يحصل سندروم او يحصل انجري في الحته دي. يبقى مهم قوي ان بيقول عدى بيهايند الميديال بيكوندايل. عدى بتوين التو هيدز اوف فليكسور كاربي الناس. عدى وزين الجايون تانل. كلام مهم جدا. ما هو الانجري هيطلع ايه من اللقطات دي؟ فاللي يقول ان هو مش فاهم الكورس بتاع النيرف امال هيفهم الانجري ازاي؟ ايه البرانشز اللي بيديها؟ الرسمه دي بتدل ايه هو الديستريبيوشن بتاعه فين؟ اكزيلا وارم بيدي نو برانش زي الميديان. الميديان والالنر ما بيدوش حاجه في الاكزيلا وفي الارم. في الفور ارم بيدي العضله ونص اللي فاضلين.
الفليكسور كاربي النيرس ونص الفليكسور ديجيتورم برفانس. وبيجي كوتينيوس برانش بالمر كوتينيوس للميديال ثيرد بتاع البالم اوف ذا هاند. دورسال كوتينيوس يبقى الورا ميديال 1 ثيرد اوف ذا دورسال اوف ذا هاند والميديال 1 اند هاف فينجر. يبقى انا عندي هنا بيدي ماسكولار وكوتينيوس. الماسكولار العضله ونص اللي فاضيين. الميديان يدي 6.5 القلنا بيكمل عضله ونص. فليكسور كاربي النيرس ونص الفليكسور ديجيتورم برفانس. الكوتينيوس بالمر كوتينيوس بلانش للميديال 1 ثيرد بتاع البالم اوف ذا هاند. دورسال كوتينيوس برانش للميديال 1 ثيرد اوف ذا دورسال اوف ذا هاند والميديال 1 اند هاف فينجر. يدخل الهاند يدي ال 15 عضله اللي فاضله. لو انا عايز احفظها عايز احفظها بيدي 4 3 2 1 4 انتر اوسيال 4 بالمر 4 دورسال انتر اوسيال 3 هايبو ثينر ابدكتور ديجيتي مينيمي فليكسور ديجيتي مينيمي اوبوننت ديجيتي مينيمي 2 لامبركل اللي هم رقم 3 و 4 واحدة الدكتور بوليسز للثمب. يبقى 4 3 2 1 عن طريق الجي برانش. السوبرفيشال برانش بيدي العضلة اللي فاضلة اسمها بالمارس بريفيس وبيدي الميديال 1 اند هاف فينجر من قدام. يعني الملخص النهائي بتاعي ان الالنر نيرف بيدي 16 عضلة ونص. 1.5 في الفور ارم و15 عضلة في الهاند. كل عضلات الهاند بتاعتها عدد بتوع الثلاثه بتوع الثينر والفيرس والسكند لاند وبيدي سنسيشن للمنطقه دي سواء من قدام او من ورا. المنطقه دي اسمها ميديال 1 ثيرد بتاع الهاند من قدام او من ورا والميديال 1 اند هاف فينجر سواء من قدام او من ورا. الميديان كان بيدي اللاترال تو ثيرد بتاع البالم اوف ذا هاند واللاترال 3 اند هاف فينجر. اما الالنر الكلام ده مهم جدا هو ده كلام بتاع الكلينيكال شغالين عليه. الالنر بيدي الميديال 1 ثيرد بتاع الهاند سواء من قدام او من ورا ميديال 1 اند هاف فينجر. مهم قوي 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 هذا الكلام. الانجري بتاع الالنر نيرف اباف البو انجري يعني حصل فراكشر في الميديال ابيكوندايل او الكيوبيتال تانل سندروم او الانجري بتاعه وهو موجود وزين الفليكسور ريتيناكرم اسمها جايون تانل. ايا كان الانجري بيعمل بارشال كلو هاند. بارشال كلو هاند يعني معناها ايه؟ معناها ان ضاع اللي هو الفليكشن بتاع الرينج والليتل فينجر. يبقى عندنا هنا اكستنشن للميتاكاربو فلنجر جوينت فليكشن الانتر فلنجر جوينت بتاع الرينج والليتل فينجر. اللي يعمل كومبليت كلو هاند كومبايند ميديان اند النر ذا انجري للور ترانك او بريكي بلكس. ان يعمل بارشل للرينج والليتل فينجر يبقى النر نيرف ديفورم. يبقى عندي بارشل وكومبليت. بارشل يبقى انجري بيبقى حصلت للالنر نيرف. كومبليت الكومباين الدر اند ميجر ذا انجري للور ترانك او بريكيال بلكسس. النيرف التالت بسميه ريجيال نيرف. الروت فاليو بتاعه مهم قوي كلمه الروت فاليو 5 6 7 8 تي 1. يبقى الميديان والريديال الروت فاليو بتاعتهم 5 6 7 8 تي 1. ده طالع من البوستيرير كورد بريكيال بلكسس. بوستيرير كورد بريكيال بلكسس مشي ازاي؟ مشي في الاكزيلا وبعدين مشي في السبايرال جروب. مهم قوي ان يبقى ماشي في السبايرال جروب لان اللقطه دي معناها فراكشر للهيومرس في السبايرال جروب انجري للنيرف. وبعدين ينزل بتوين البراكياليس والبراكيورادياليس ينتهي انقسم لبرانشين اسمهم سوبرفيشال ريديال بوستيرال انتر اوسس. يبقى مشي في الاكزيلا وبعدين مشي في السبايرال جروب وبعدين قدام اللاترال بيكوندايل انقسم لسوبرفيشال ريديال بوستيرال انتر اوسس. النيرف ده كله اسمه سوبرفيشال ريديال والنيرف ده كويس ده الريجيال نيرف اهو اللقطه بتاعته والحته التحتانيه دي بوستيرير انتر اوسس. ده عمره كان قصير ما كملش ده في الفور ارم ولا في الهاند ولذلك لما اجي ارسم له الرسمه بتاعته ما بيكملش هو في الفور ارم وفي الهاند. الريجيال نيرف شخصيا بيدي خمس عضلات فقط بيجمعهم كلمه طبيب ترايسبس انكونياس بريكيوراديالس اكسنسور كاربي راديالس لونجاس وبراكيالس. براكيالس في جزء منها بياخد من الماسكول كوتينيس وجزء منها بياخد من الريجيال نيرف. لو الاسم ده صعب ان احنا نحفظه ممكن ترايسبس واي بي سي معاهم براكيالس. ترايسبس من ورا براكيالس من قدام ما بينهم اي بي سي اي انكونياس بي بريكيوراديالس سي اكستنسور كاربي راديالس لوكس. بدي ثلاثه كوتينيوس برانشز اثنين بوستيرور كوتينيوس بتاع الارم وبتاع الفور ارم. بوستيرور كوتينيوس بتاعت الارم والفور ارم واللور لاترال كوتينيوس نيرف اوف ارم.
الابر لاترال هيجي من النيرف بعد كده. يبقى عندنا هنا يبقى posterior cutaneous of arm and forearm, lower lateral cutaneous nerve of arm. يبقى radial nerve بيدي خمس عضلات ممكن احفظهم: triceps, brachialis. وبيدي ثلاث عضلات اللي هم الاي بي سي: انكونياس، بريكيو راديالس، اكستنسور كاربي راديالس. او طبيب الكوتينياس بصير الكوتينياس اوف ارم وبصير الكوتينياس اوف فور ارم لور لاترال كوتينياس نيرف اوف ارم. بينقسم لفرعين اسمهم بصير انتر اوسس سوبرفيشال راديال، بصير انتر اوسس بيور ماسكولار. بيدي كل عضلات الباك بتاع الفور ارم ما عدا الاي بي سي: اي انكونياس، بي بريكيو راديالس، سي اكستنسور كاربي راديالس. يبقى اي عضله ثانيه موجوده في الباك اوف فور ارم تسع عضلات كلهم البوستيرنتر اوسيس. السوبرفيشال راديال بيدي كوتانيوس لاترال 2 ثيرد اوف ذا دورسال اوف ذا هاند واللاتر 3 اند هاف فينجر. وقفه سريعه، يبقى ايه هو الديستريبيوشن بتاعت النيرفات بتاعتي؟ يبقى انا عندي الالنر نيرف بيدي الميديال ثيرد بتاع الهاند والميديال 1 اند هاف فينجر من قدام ومن ورا. الميديال نيرف بيدي اللاترال 2 ثيرد بتاع البالم اوف ذا هاند واللاترال 3 اند هاف فينجر من قدام. زي من ورا السوبرفيشال راديال يدي اللاترال 2 ثيرد بتاع الدورسال اوف ذا هاند واللاترال 3 اند هاف فينجر. يبقى عندنا هنا يبقى اللي بيدي الحته دي من قدام ومن ورا اسمه النر نيرف. اللي بيدي الحته دي من قدام هو الميديال نيرف، واللي بيدي الحته دي من ورا هو السوبرفيشال راديال. مهم قوي ان احنا نبقى حافظين الكوتينيوس ديستريبيوشن بتاعت النيرفات بتاعتنا. الديفورمتي بتاعتي اسمها ريست دروب، الديفورمتي ريست دروب. النيرف الرابع اسمه اكزيلر نيرف، وده طالما البوستير كورد بريك بلكسس سي 5 و6، يبقى البوستير كورد طلع من الريجيال واكزيلر. الاكزيلري بيطلع من البوستير كورد بريك بلكسس روت فاليو سي 5 اند 6، بيمشي في سبيس اسمه كوادرانجلر سبيس، وبعدين بيلف حوالين السيرجيكال نيك ديب للدلتويد. ودي نقطة مهمة، لأن لو حصل فراكشر السيرجيكال نيك يحصل انجري للنيرف ده. يبقى كونه اللي بيعدي في الكوادرنجلر سبيس وبعدين بيلف حوالين السيرجيكال نيك كويس ديب للدلتويد، يبقى فراكشر السيرجيكال نيك يساوي انجري للاكزيلري نيرف. بيدي ايه؟ بيدي عضلتين اهو، دي لقطة بتاعته من ورا الدلتويد وال تيرس ماينور. العضلة دي المقطوعة اسمها تيرس ماينور، وبيدي النيرف اسمه upper lateral cutaneous nerve of arm. اللور lateral كان بتاع radial، الأبر lateral بتاع الأكزيلري نعم. لو حصل injury موتور يبقى paralysis لعضلتين الدلتويد والتيرس ماينور. sensation هيفقد sensation scan over lower half of deltoid. والديفورمتي اسمها flat shoulder، يبقى الشولدر بتاعي بقى فلات، بقى خاسس شويه، اسمه فلات شولدر عشان اتروفي اوف دلتويد، لان انا ما بقتش بستخدم الدلتويد. اتروفي اوف دلتويد فلات شولدر، ديفورمتي اسمها فلات شولدر. النيرف الاخير اسمه ماسكولو كوتينيوس نيرف، الروت فاليو بتاعته ده كان طالع من اللاترال كورد بريكر بلكسس، الروت فاليو بتاعته سي 5 6 اند 7. واحد يقول لي وانا اقعد احفظ كل الروت فاليو؟ هي دي اهم حاجه. اورجن كان طالع من اللاترال كورد بريكر بلكسس. النيرف ده بيسبلاي ثلاث 3 ماسلز اللي هم البي بي سي، البايسبس والبراكيالس والكوراكو براكيالس. والتكمله بتاعته اسمها لاترال كوتينيوس نيرف اوف فور ار. اسمع على مسمى ماسكولو كوتينيوس، ماسكولو يبقى بي بي سي، اي بي بي سي بايسبس براكيالس كوراكو براكيالس، كوتينيوس يبقى بيدي السكان بتاع اللاترال 3 اللاترال بارت بتاع الفور ار. بالكوتينيوس بتاعته لاترال كوتينيوس نيرف اوف فور ار. دي رسمه بتساوي النيرفين، الاكزيلري نيرف الروت فاليو بتاعته سي 5 اند 6، الماسكولو كوتينيوس سي 5 6 اند 7. الاكزيلري نيرف ده بيدي عضلتين دلتويد وتيرس ماينور، والكوتينيوس بتاعه اسمه ابر لاترال كوتينيوس نيرف اوف ار. رغم ان اسمه ابر لاترال ده بيسبلاي السكن اوفر لور هاف اوف دلتويد. الماسكولو كوتينيوس سي 5 6 اند 7 ماسكولار ثلاث عضلات البي بي سي بايسبس براكيالس كوراكو براكيالس. الكوتينيوس بتاعه اسمه اللاترال كوتينيوس نيرف اوف فور ار. مهم قوي ان احنا نكون حافظين الديفورمتي دي، حاجه مهمه جدا. الديفورمتي دي تعني بارشر كلو هاند، يبقى ده النر نيرف. الديفورمتي دي تعني انجري للابر ترانكو بريكي بلكسس.
الديفورمتي دي تعني مونكي هاند ميديان نيرف انجري. الديفورمتي دي تعني دروب ريست او ريست دروب، يعني ريجيان نيرف، يبقى ده ريجيان نيرف، ده ميديان نيرف، ده النر نيرف، ده تعني ابر ترانكو بريكبلكس. هنا في اتروفي فلاتنينج اوف شولدر، يبقى انجري اوف اكزيلري نيرف. بارشر كلو هاند معناه انجري للالنر نيرف. كومبليت كلو هاند تعني انجري للور ترانكو بريكيال بلكسس كومباين ميديان اند النر نيرف. وينجينج اوف سكابولا مينز انجري تو نيرف تو سيريتاس انتيرير. عندنا بعد كده الارتريز بتاعت الابر ليم، عندي اكزيلر ارتري بقى اسمه بريكيال ارتري، انقسم لريجيال والنر ارتري. اكزيلر ارتري بيبتدي عند الاوتر بوردر اوف الريسبت تكمله السبكليفين ارتري، بتيجي عضله اسمها بيكتوريل سباينر بتقسمه انتو 3 بارت، فيرست جيب ليها سكند تحتها ثيرد، بينتهي عند اللور بوردر اوف تيرس ميجور بقى اسمه بريكيال ارتري. يبقى بتقسمه ماينور وبينتهي عند الميجور. العضله اللي بتقسمه اسمها بيكتوراليس ماينور بتقسمه انتو 3 بارتس وبينتهي عند اللور بوردر اوف تيرس ميجور وبقى اسمه بريكيال ارتري. ايه برانشز اللي طالعه منهم؟ من الفيرست بارت بيطلع سوبيريور ثوراسيك ارتري، من السكند بارت بيطلع اكروميو ثوراسيك ولاترال ثوراسيك. الفيرست والسكند بارت كلها برانشات اسمها ثوراسيك. فيرست بارت سوبيريور ثوراسيك، السكند بارت اكرومي ثوراسيك واللاترال ثوراسيك. اللاترال ثوراسيك في الفيميل كبير سبلايز البريست. الثيرد بارت بيطلع منه انتيرير وبوستيرير سيركمفلكس هيومرال، بيلف حوالين الهيومرال، وعندنا ارتري بطلق عليه كلمه سب سكابيولار ارتري. انتيرير وبوستيرير سيركمفلكس هيومرال وسب سكابيولار ارتري. فيرست بارت سوبر ثوراسيك، سكند بارت اكرومي ثوراسيك واللاترال ثوراسيك، الثيرد بارت 3. يبقى الفيرست بارت طلع برانش، سكند بارت طلع برانشين، ثيرد بارت طلع 3 برانشز، انتيرو بوستيرو سيركمفلكس هيومرال سب سكابيولار ارت. بعد كده الارت اللي بعديه اسمه بريكيال ارت، بدايته هي تكمله الاكزيلري يعني عند اللور بوردر اوف تيرس ميجور، نهايته عند النيك اوف ريديس انقسم انتو ريجيال اند النر ارت. ايه برانشز اللي هو بيديها؟ بيدي نيوترانت وماسكولار. نيوترانت يعني للعظمه، ماسكولار للعضلات. تو كولاترال، كولاترال يعني مصاحبين للالنر نيرف، سوبيرير النر كولاترال وانفيرير النر كولاترال. وبيدي ارتري اسمه بروفاندا بريكيال، يبقى بيدي 3 ارتريز غير النيوترال تو ماسكولار، سوبيرير النر كولاترال، انفيرير النر كولاترال، اند بروفاندا بريكيال ارتري. يبقى فاينالي 3 كبار واثنين صغيرين، نيوترال تو ماسكولار، سوبيرير وانفيرير النر كولاترال، وبروفاندا بريكيال. مهم قوي ان احنا نعرف الارتريز سريعا. الارتري ده طبعا اهم نقطه فيه في الطب، ان احنا بنستخدمه علشان نعمل ميجرينج البلاد بريشر، فيري فيري امبورتنت نوليدج، يمكن دي حاجه بنستخدمها روتينلي. هو ده الارتري اللي بنستخدمه علشان نحط عليه الستيثوسكوب ونعمل ميجرينج للبلاد بريشر. عندنا بعد كده انقسم لبرانشين، واحد اسمه ريجيال والتاني اسمه النر. الريجيال ابتدى في الكيوبيتال فوسا، واحد من تو تيرمال برانش بتاع البريكيال ارتري، وبعد ما لف في الفرونت بتاع الفور ارم، بعدين مشي في الدورسم بتاع الهاند ورجع للفرونت اجين، بقى اسمه دي بالمر ارش. معلومه مهمه، الدي بالمر ارش معمول بريجيال ارتري، بيدي 9 برانشات، 3 تلاتات. ريجيال ريكارنت، ادي واحد. انتيريور كاربال ارتري، ادي اثنين. سوبرفيشال بالمر ارتري، ادي ثلاثة. ريجيال ريكارنت، انتيريور كاربال ارتري، سوبرفيشال بالمر ارتري. بعدين بيمشي في الباك، وماشي في الباك بيدي ثلاث برانشات. ايه هما؟ دورسال ديجيتال ارتري، فيرست دورسال متكاربال ارتري، وبوست ديور كاربال ارتري. يطلع للفرانت اجين، يدي ثلاث برانشات. اهم ثلاث برانشات بيديهم دول بعد. برنسبس بوليسيس، برنسبس بوليسيس يعني برنسبال بلاد سبلاي اوف ثامب. ريدياليس انديسيس، كلمه ريدياليس يعني لاترال، انديسيس يعني اندكس، اللاترال سايد بتاع الاندكس فينجر. ودي بالمر ارش،
لو تسألني ايه اهم 3 برانشات هيطلعوا الثلاثة الاخرانيين: برنسبس بوليسز، رجياليس انديسز، دي بالمر ارش. برنسبس بوليسز يعني برنسبل بلاد سبلاي اوف ذا ثامب، رجياليس انديسز اللاتر ثابت على الاندكس فينج، دي بالمر ارش. الارتر ده مهم، مهم جدا. ليه؟ لان ده الارتر اللي بنستخدمه علشان نشوف البالس، وده فيري امبورتنت ارتري علشان ميجرينج البالس. الارتر الاخراني اللي طالع كان اسمه النر ارتر، طلع في الكمبيوتر فوسا، واحد من التوتال برانش بتاع بريكال ارتر، انتهى في اللي عنده، بقى اسمه سوبرفيشيال بالمر ارش. اسمه ايه؟ سوبرفيشيال بالمر ارش. يبقى الريجل انتهى بقى اسمه دي بالمر ارش، والالنر انتهى بقى اسمه سوبرفيشيال بالمر ارش. بيجي تو ريكارنت اسمه انتيرو بوستيرور النر ريكارنت، تو كاربال انتيرو بوستيرور كاربال ارتريز ماسكولار، بس اهم ارتري بيجي على الاطلاق اسمه كومن انتر اوسيس، لانه ارتري ضخم، ارتري ضخم جدا. كومن انتر اوسيس ده بيرجع لاسم الانتيرو بوستيرور انتر اوسيس، ارتري فيري امبورتنت اسمه كومن انتر اوسيس. يبقى بيدي تو ريكارنت انتيرو بوستيرور انر ريكارنت، تو كاربال انتيرو بوستيرور كاربال ماسكولار، لكن بيدي كومن انتر اوسيس ده ما ينفعش ننسى الارتري ده بالذات، لانه فيري امبورتنت برانش طالع من الالنر. ايه الفينس رينج بتاع الابر ليمب؟ عندي سوبرفيشال فين وعندي ديب فين. السوبرفيشال فين عندي دورسال فينس ارش، يبقى دي اول حاجه. بيطلع منها من اللاترال اسبكت فين اسمه سيفاليك، ويطلع منها من الميديال اسبكت فين اسمه بازيليك، والفين اللي بيربطهم اسمه ميديان كيوبيتال فين. الدورسال فينس ارش موجود على الدورسال اسبكت بتاع الهان، بيطلع منها من اللاترال اسبكت السيفاليك فين. السيفاليك فين ده اللي هو بعد كده بيبقى اسمه اكزيلاري فين. السيفاليك فين سوري بيصب في الاكزيلاري فين. اما بيطلع منها من الميديال اسبكت البازيليك فين، البازيليك فين ده بيمشي بعد كده ويتحد مع الفيني كوميتنت اللي ماشي مع البريكال ارتري ويعمل اكزيلاري فين اللي هيجي يصب في السيفاليك، والفين اللي بيربطهم هما الاثنين في الكوبيتال فوسا اسمه ميديان كوبيتال فين. يبقى ناحيه اللاترال اسبكت السيفاليك، ناحيه الميديال اسبكت البازيليك، والفين اللي بيربطهم اسميه ميديان كوبيتال فين. اما الديب فين اللي موجودين عندي فيني كوميتانت، يعني اتنين فين وصاحبين للريجل ارتري، فيني كوميتانت اوف النر ارتري، يعني اتنين فين ماشيين مع الالنر، لما فين تبقى ماشيه مع ارتري اسمها فيني كوميتانت، اتحدوا مع بعضهم وعملوا فيني كوميتانت حوالين البريكيال ارتري. الفيني كوميتانت اللي موجودين حوالين البريكيال ارتري دول في النهايه اتحدوا مع البازيليك عملوا اكزيلاري فين. الاكزيلاري فين ده اللي بيجي ويصب في السيفاليك فين، ده الفين الاساسي بتاع الابر ليم. يبقى فيني كومبتنت حول الريجيال، فيني كومبتنت حول الالنر، اتحدوا عملوا فيني كومبتنت حوالين البريكيال. لما اقول فيني كومبتنت حوالين الارتري يعني اتنين فين ماشيين حول الارتري، الاخرين دول اتحدوا مع البازيليك فين وعملوا لي الاكزيلاري فين. عندي بعد كده الجوينتس اللي موجوده، اول جوينت اسمه ستيرنو كلافيكولار جوينت، ضروري في كل جوينت ان احنا نعرفه، نعرف very 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 important ان احنا نعرف اللي هو اللي هو الايه في الجوينتس بتاعتنا، نعرف التايب بتاعتها والليجامنتس والموفمنت، التايب والليجامنتس والموفمنت. الجوينت اللي احنا عندنا ده اسمه سيرنوكلافيكال جوينت، ده سادل او موديفايد سادل، الاثنين صح، يعني لو قال واحد سادل صح والاصح يبقى موديفايد سادل، سينوفيال وموديفايد سادل، التايب بتاعه سينوفيال والفرايتي موديفايد سادل. ايه الليجامنت بتاعته؟ ليجامنت من قدامه زي ليجامنت من ورا، اسمهم انتيرو بوستيرو ستيرنو كلافيكولار ليجامنت. لما الليجامنت تبقى ثيكنينج اوف ذا كابسول بتسمى باسم نفسه. انتر كلافيكولار اللي هو الليجامنت اللي باللون الاصفر ده بين الكلافيكولار اسمه انتر كلافيكولار، واخر واحد اسمه كوستو كلافيكولار. يبقى 4 ليجامنت انتيرو زي من ورا بوستيرو ستيرنو كلافيكولار ليجامنت، انتر كلافيكولار بتوين بوث كلافيكول، وكوستو كلافيكولار بين الكلافيكل والفيرست. تاني مفصل بين الكلافيكل والاكروميون اسمه اكرومي كلافيكولار جوينت، وده سينوفيال بلين، بلين يعني سطحين املاسين قصاد بعضيهم، وليه تو ليجامنتس، ليجامنت اسمه كوراكو كلافيكولار، ده كوراكو كلافيكولار مكون من جزئين كونويد وترابيزويد، وثيكنينج اوف ذا كابسول اسمه اكروميو كلافيكولار.
acromioclavicular وcoracoclavicular ligament. ايه الحركات اللي بتتم في الشولدر جردل؟ اي عضله عامله انسرشن في السكابيولا عامله بتشتغل على الشولدر جردل. الحركات دي اسمها ابورد روتيشن، دي اسمها داونورد روتيشن. ابورد روتيشن بتعملها ثلاث عضلات، الابر واللور فايبر اوف ترابيزيس، لو اعتبرهم عضلتين ابر واللور فايبر اوف ترابيزيس ومعاهم السيريتس انتيرير. ابر واللور فايبر اوف ترابيزيس ومعاهم السيريتس انتيرير يعملوا ابورد روتيشن، يعني زي ما يكون واحد هيسرع شعر هيرفع ايده فوق راسه. انزل ايدي اسمها داونورد روتيشن، بتنزلها ثلاث عضلات او اربعه، اثنين رومبويداي ميجر وماينور وليفيتور سكابيلي مع بكتوراليس ماينور، يبقى اثنين رومبويداي وليفيتور سكابيلي وبكتوراليس ماينور، بكتوراليس ماينور، بكتوراليس ماينور. اليفيشن، اليفيشن تعملها العضلتين دول الابر فايبر اوف ترابيزيس ومعاهم الليفيتور سكابيلي. ديبريشن كفايه الجرافيتي ممكن البكتوراليس ماينور. ريتراكشن الميدل فايبر اوف ترابيزيس اللي هي دي ومعاها رومبويدس ميجر ورومبويدس ماينور. بروتراكشن يبقى اي عضله موجوده قدام. ايه العضلات الموجوده قدام؟ بكتوراليس ماينور وسيريتس انتير. الريتراكشن العضلات الموجوده ورا السكابيولا اللي هو الميدل فايبر اوف ترابيزيس ومعاها رومبويداي. دي هي لو شلت يبقى رومبويداي. يبقى دي حركات الشولدر جوينت. حركات الشولدر جوينت، الشولدر جوينت هو ارتكيليشن بين الهيومرس والسكابيولا. ده سينوفيال بولاند سوكيت هيد اوف ذا هيومرس، عملت ارتكيليشن مع الجلينويد كافيتي وعمقت الارتكيليشن بحاجه اسمها لابرام جلونيدال. لابرام جلونيدال الشفايف دي اللي هي الفايبروكارتج دي لابرام جلونيدال. الليجامنتس اللي هي موجوده من الكوراكويد طالع عندي اثنين ليجامنت، واحد واصل لغايه الكلافيكل، واحد واصل لغايه الهيومرس، واحد واصل للكلافيكل ده مش معانا في الجوينت ده، واحد واصل من الكوراكويد للاكروميون، واحد واصل من الكوراكويد لغايه الهيومرس. كوراكو اكروميال ليجمنت، كوراكو هيومرال ليجمنت، يبقى كوراكو اكروميال، كوراكو هيومرال. كان في واحد طالع من الكوراكويد للكلافيكل اسمه كوراكو كلافيكلا، ده كان مع الجوينت اللي قبلينا. كوراكو اكروميال، كوراكو هيومرال. في ليجمنت ماشي بالعرض بيعمل سبورت للتندم بتاع البايسبس اللي هو ده اسمه ترانزفيرز هيومرال اللي هو ده. وعندنا ثلاثه جلينو هيومرال ليجمنت، سوبيريور ميدل وانفير. جلينو هيومرال ده اسم المفصل، الشولدر جوينت اسمه الثاني جلينو هيومرال. دو ثيكنينج اوف ذا كابسول بنشوفه من جوه ما بنشوفهمش من بره. سوبيريور جلينو هيومرال، ميدل جلينو هيومرال، انفير جلينو هيومرال. الحركات بتاعت المفصل زي ما احنا عارفين فليكشن اكستنشن ابدكشن ادكشن، وبعدين بنعمل ميجر روتيشن ولاترال روتيشن. يبقى ميجر روتيشن ولاترال روتيشن بيسموها انترنال واكسترنال روتيشن. اول حركه حركه الابدكشن، احط قدامي ثلاث قواعد علشان افتكرها. الروتيتور كاف مسل بيعملوا ايه؟ الدلتويد شغاله ازاي؟ الاثنين ميجر ما بينهم لاتسمر زورساي شغالين ازاي؟ فلو جاي باخد الابدكشن من 0 ل 15 هلاقيها من هنا اهي سوبرا سباينيتس، من 15 ل 90 هلاقيها هنا الميدل فايبر اوف دلتويد. اكتر من 90 مهم قوي، دي اسمها ابورد روتيشن، بتتعمل بالابر واللور فايبر اوف ترابيزيس معاهم اللور فايبر ديستيشن في سيرتس انتير. الابدكشن ثلاث درجات 0 ل 15، 15 ل 90، من 90 ل 180. 0 ل 15 جبتها بالسوبرا سباينيتس، 15 ل 90 الميدل فايبر اوف دلتويد. اكتر من 90 ما بتتمش في المفصل ده، بس لازم اكتبها لو جات لي في امتحان لازم اكتبها. بتتعمل بالابر واللور فايبر اوف ترابيزيس معاهم اللور فايبر ديستيشن في سيرتس انتير. طب الادكشن، ادكشن اجيبها من القاعده هنا، في هنا عضلات بتعمل ادكشن، الثلاث عضلات دول انفراسبينيتس وتيرس ماينور وسبسكابيلاريس، والثلاثه اللي موجودين عندنا هنا الاثنين ميجر وما بينهم لاتسمس زورسان. يبقى عندي ست عضلات بيعملوا لي ادكشن، لازم احط الثلاث قواعد دول عشان احفظ كويس. عندنا لاتر روتيشن وميديا روتيشن، احط ايدي كده، كده اسمها لاتر روتيشن، كده اسمها ميديا روتيشن، يبقى كده اسمها لاتر روتيشن، كده اسمها ميديا روتيشن. طب لاتر روتيشن ارجع للقواعد الموجوده عندي، في هنا حاجه بتعمل لاتر روتيشن العضلتين دول انفراسبينيتس والتيرس ماينر. طب في هنا عندنا حاجه بتعمل لاتر روتيشن البوستيرو فايبر اوف دلتويد، يبقى انفراسبينيتس والتيرس ماينر والبوستيرو فايبر اوف دلتويد دول بيعمل لاتر روتيشن. طب اللي بيعمل ميديا روتيشن ارجع للقواعد اللي موجوده هنا، سبسكابيلاريس بتعمل ميديا روتيشن،
ايه اللي بيعمل ميديا روتيشن؟ الانتيرو فايبر اوف دلتوي. في حاجه دول الثلاث عضلات دول اللي هم بين شرطين وميه اثنين ميجور لاتسمس بينهم لاتسمس دورسال. يبقى اللي بيعمل ميديا روتيشن عندنا هنا اهو يبقى سابس كابيلاريس خدتها من هنا، الانتيرو فايبر اوف دلتوي خدتها من هنا، الثلاث عضلات دول اللي هم اثنين ميجور بينهم لاتسمس دورسال تعمل ميديا روتيشن. فليكشن واكستنشن برضك ارجع للقواعد الموجوده هنا، الانتير بارت بتاع الدلتويد بيعمل لي فليكشن، والكلافيكيلار هيد او بيكتوراليس ميجور بتعمل فليكشن. طب مين اللي بيعمل الاكستنشن الموجود عندنا؟ بينما الاكستنشن بتاعي ارجع ابص مره ثانيه، مفيش حاجه في الروتيتور كاف بتعمل اكستنشن. اثنين الاقي الدلتويد البوستير بارت بتاعها بيعمل اكستنشن. ثلاثه الاقي في الجروب ده بيكتوراليس ميجور والتيرس ميجور والتسمن زورسال كلهم بيعملوا اكستنشن ادكشن ميديا روتيشن ما عدا اللي هو الكلافيكولار هيد بتاع بيكتوراليس ميجور بتعمل فلكشن. يبقى السيرنو كوستال هيد بتعمل اكستنشن. لو قلنا العضله دي واحده من اللاترال روتيتور اوف ذا شولدر، يبقى نرجع مره ثانيه، اللي بيعمل لاترال روتيشن للشولدر لو جينا في الامتحان يبقى ركز كده، اقول العضلات اللي هم بتاعه الروتيتور كاف مسل فيها انفراسبينيتس والتيرس ماينور، اهي طلعت التيرس ماينور يبقى خلاص دي بتعمل لاترال روتيشن اوف ذا شولدر. الدلتويد، الدلتويد بتعمل لاترال روتيشن البوستير بارت بتاعها والانتير بارت بيعمل كويس ميجر روتيشن، فهو ما قاليش هنا يعني هنا ما قاليش. طبعا الاسئله الكونفيوزنج احنا ما بنجيبهاش، لكن كويس لو جه لي حاجه زي كده وان شاء الله باذن الله عمره ما هيجي حاجه زي كده بس هتلاقي يبقى الواحد ياخد التيرس ماينر لان دي شور 100%. بعد كده عندنا مفصل بطلق عليه كلمه الالبو جوينت. الالبو جوينت ده ساينوفيال هنج، هنج يعني معناها حركه حوالي المحور افقي. الارتكليشن كابيتشولا متروكليا من ناحيه مع هيد اوف ريدجس وتروكليا نوتش من ناحيه ثانيه. الكبسول بيحوط المفصل بتاعي كله. الاقي عندي تو كولاترال ليجمنت، واحد اسمه ريديال كولاترال والتاني اسمه النار كولاترال. الاثنين طالعين من الابي كوندايل، بس الريديال كولاترال بيجي يمسك في ليجمنت موجود هنا اسمه انيولار ليجمنت، هناخده حالا دلوقتي عامل زي الخيط. لكن الريديال النار كولاترال بيبقى حدوته صراحه في الاتاتشمنت بتاعه. ايه الموفمنتس اللي موجوده عندنا؟ عندنا فليكشن واكستنشن. الالبو جوينت لا يسمح الا بفليكشن واكستنشن. فليكشن البايسبس والبراكياليس، اكستنشن الترايسبس والانكونياس. فليكشن البايسبس والبراكياليس، اكستنشن الترايسبس والانكونياس. بس في عضله بتعمل فليكشن في الميد بروم بوزيشن اسمها بريكيو راديالس. العضله اللي بتعمل فليكشن في الميد بروم بوزيشن اسمها بريكيو راديالس. عندنا بعد كده المفاصل بين الريديوس والالنر. في عندي سوبيريور انفيريور ريديو النر جوينتس، وفي عندي ميدل اللي هو الانتر اوسيس ميمبرين. السوبيريور ريديو النر جوينت والانفيريور ريديو النر جوينت كلاهما ساينوفيال، كلاهما بيفوت. يعني بيفوت يعني حركه حوالين محور طولي، حركه حوالين محور طولي. يبقى السوبيريور ساينوفيال بيفوت. الارتكليشن عظمتين ويكمل بالليجمنت هيد اوف ريدجس مع ريديال نوتش اوف النا ويكمل بالليجمنت ده. الليجمنت ده عامل زي الخاتم اسمه انيولار ليجمنت. يبقى هيد اوف ريدجس السيركمفرنس بتاعت الهيد اوف ريدجس مع ريديال نوتش اوف النا وبيكمل بالليجمنت اسمه انيولار ليجمنت. الانيولار ليجمنت ده في الحقيقه هو ماسك في النا من قدام لورا، يعني من الانتير بوردر بتاع ريجيال نوتش والبوستير بوردر بتاع ريجيال نوتش اللي هو كلامه موجود في الالنا، وهو بس بيعمل انسيركلمنت تو هيد اوف ريدجس، يحاول انسيركلز الهيد اوف ريدجس. يبقى ده اسمه انيولار ليجمنت. الانفيرير ريجيال النا جوينت ده ساينوفيال بيفوت برضك حركه حوالين محور طولي، عظمتين وليجمنت. العظمتين الهيد اوف النا مع الالنا روتش of radius وبيكمل بليجمنت شكله زي ما يكون triangular in shape سموها articular disc. الارتيكولار ديسك ده ماسك
ما بين اللي هو حته البيز بتاع السيلولر بروسيس اوف النا واللي هو اللور بوردر بتاع النا نوتش اوف ريدجز. يبقى ديسك اسمه ارتكولار ديسك. الحركات اللي بتتم في السوبيريور والانفيريور دي على الجوينت اسمهم سوباينيشن وبرونيشن. سوباينيشن وبرونيشن بيتم هما الاثنين في السوبيريور والانفيريور دي على الجوينت. الحاجه اللي بتعمل سوباينيشن بايسبس وسوباينيتور، والعضله اللي بتعمل برونيشن هو برونيتور تيريس والبرونيتور كوادريتس. يبقى العضله اللي بتعمل سوباينيشن هو البايسبس والسوباينيتور، والعضله اللي بتعمل برونيشن برونيتور تيريس والبرونيتور كوادريتس. في عضله اسمها بريكيوراديال تتحط في السوباينيشن وتتحط في البرونيشن. البريكيوراديالس بتتحط في السوباينيشن وتتحط في البرونيشن. انيشيت السوباينيشن او انيشيت البرونيشن. بندخل بعد كده المفصل اللي بعديه بطلق عليه كلمه ريست جوينت. الريست جوينت سينوفيال اليبسويد. يعني ايه اليبسويد؟ يعني بيضاوي، يعني سيرفيس من ناحيه كونفكس والناحيه الثانيه كونكيف. يبقى اليبسويد. لغايه دلوقتي احنا خدنا في المصفص الاستينوكلافيكلار ده كان سادل، اكروميكلافيكلار ده كان بلين، شولدر ده كان بول اند سوكت، البو ده كان هنج، ريست ده كان اليبسويد. مهم او نعرف انواع المفاصل، مهم جدا كمان. الجوينت ده اسمه الثاني ريديو كاربال. الريست اسمه الثاني ريديو كاربال جوينت. ليه؟ لان الالنا لا تدخل في تكوين هذا المفصل. وارتكليشن بين الريديس والارتكولار ديسك من ناحيه مع سكافويد واليونيتو ترايكوتريال بوم من ناحيه ثانيه. لا الالنا تدخل في تكوين المفصل ولا البيزي فورم بون يدخل في تكوين المفصل. ريديس وارتكولار ديسك من ناحيه مع سكافويد واليونيت وترايكويتريال بون من ناحيه ثانيه. الليجامنتس بتحوط المفصل من على الجنبين اللي هو ريديال والالنر كولاترال ليجامنت. ليجامنت من قدام ومن ورا بالمر ودورسال ريديو كاربال ليجامنتس. الحركات فليكشن اكستنشن ادكشن ابدكشن. فليكشن اكستنشن ادكشن ابدكشن. ايه العضلات اللي شغاله؟ اي عضله في الابدكشن، لو بقول ابدكشن اسمها كاربي رادياليس، يبقى كل عضله انتهت بكلمه كاربي رادياليس شغال على المفصل ده، سواء اسمها فليكسور كاربي رادياليس او اكستنسور كاربي رادياليس سونجس وبريف. ابدكشن اي عضله انتهت بكلمه كاربي الناريس سواء فليكسور او اكستنسور، يعني فليكسور كاربي الناريس اكستنسور كاربي الناريس. فليكشن اي عضله اسمها فليكسور كاربي فليكسور كاربي فليكسور كاربي فليكسور كاربي رادياليس فليكسور كاربي النير. اكستنشن اي عضله اسمها اكستنسور كاربي سواء اكستنسور كاربي رادياليس لونجس بريفيس اكستنسور كاربي النير. يبقى العضله اللي اشتغلت على المفصل اي عضله اسمها كاربي يبقى اشتغلت على هذا المفصل. بعد كده عندنا مفصل اسمه كاربو ميتاكاربال جوينت اوف ثامب. المفصل ده سادل زي المفصل ده، ولو ان ده موديفايد سادل يبقى ده سادل. ايه العظم اللي دخل في تكوينه؟ عظمه الترابيزيوم مع الفيرس ميتاكاربال بون. اشمعنى يعني المفصل ده مهم؟ علشان حركات الثمب كلها بتحصل فيه. الحركه دي اسمها فليكشن، الحركه دي اسمها اكستنشن، الحركه دي اسمها ادكشن، الحركه دي اسمها ابدكشن، الحركه دي اسمها اوبوزيشن. كل حركات الثمب بتتم في المفصل ده اللي اسمه كاربو ميتاكاربال جوينت اوف ذا ثامب. المفاصل اللي موجوده عندنا هنا ده اسمه ريست جوينت، المفصل ده اسمه ميد كاربال جوينت، المفصل اللي باللون اللي هو الوردي ده اسمه كاربو ميتاكاربال جوينت. اهم جوينت فيهم الكاربو ميتاكاربال جوينت اوف ذا ثامب. ده نوعه ايه؟ سدل، وكل حركات الثامب بتتم في هذا المفصل اسمه كاربو ميتاكاربال جوينت. ايه الحركات الثانيه او المفاصل الثانيه؟ في عندي ميتاكاربو فالنجيال جوينت دي اليبسويد، وانتر فالنجيال الانتر فالنجيال جوينت دي فيهم بروكسيمال وفيهم ديستال. الانتر فالنجيال جوينت هنج لانها حركه حوالين محور افق. الانتر فالنجيال جوينت هنج، لكن الميتاكاربو فالنجيال جوينت لما يكون واحد يتخانق ميتاكاربو فالنجيال جوينت اليبسويد لانها بتتم فيها ابدكشن وادكشن فليكشن واكستنشن فليكشن واكستنشن ابدكشن وادكشن. لكن الانترفرنجال جوينت بتتم فيها حركه حوالين محور افقي يبقى هنج. يس اي هوب ان احنا نكون فهمنا. اي هوب ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم.
إلى اللقاء في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.